النجم الكبير وفيلسوف الكرة المصرية. استضفنا مرة في يوم ماتش الأهلي والزمالك الكابتن تامر عبد الحميد، وهو ده الدور اللي يجب أن يلعبه الإعلام الوطني المنتمي للبلد والمنتمي للنادي الأهلي بكل قيمه ومبادئه. تمام. وحضرتك عارف هذا الكلام. ومعانا كمان الاستاذ احمد الخضري عشان تتاكد ان لا الاستاذ انا احمد كده الخضري اتاكدت خلاص. معانا ويحكي لنا عن التجربه الجميله اللي كان موجود فيها. يمكن هو عانى الحقيقه وكلنا عانينا مع الاستاذ علاء عزت، لكن هو هيقول لنا الحاله اللي كانت معموله من خلال الاعلام اللي بيرسخ الروح الرياضيه. استاذ احمد مساء الخير. مساء الفل يا استاذ ايمن، مساء الفل يا استاذ عمرو، منورين الدنيا. وهو انا مداخلتي انا على قناه الاهلي ده اعتقد انها اكبر تجسيد للروح الرياضيه يعني. لا طبعا انت انسان قلمك محترم وقامة رياضية بنعتز بيك وصديق لكل الناس وصديقنا كلنا ونعتز بيك يعني. طبعا زي حتى ما انا متابع الحلقه وزي ما الدكتور عمرو، لا الدكتور عمرو منور الدنيا والله. ربنا يخليك يا استاذ احمد. اه والله. اهو كده دي المداخلات الواحد يفرح بيها. الله يخليك من غير ما نقصد حاجه يعني. لا 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 المداخله السابقه يعني هي كانت حاله صعبه انها تتوصف يعني. انا لغايه دلوقتي كل يوم جمعه انا ببقى اخر يعني، دايما يوم جمعه ده حلقه صدى البلد، الحلقات المنوشات اللي عملتها انا ولا عزت وجود حضرتك وبرضه برعايه الاستاذ ايمن. لا بحس ان لا في حاجه ناقصاني، حتى داخلين على سنتين وما زلت برضه اليوم دوت لا بيفرق معايا كتير. هي تجربه يعني الافضل في تجربتي او حياتي الاعلاميه او الصحفيه، كانت بتجسد فعلا معنى ان الانسان يكون ان لا هي يعني او كما يجب ان يكون او كما يجب ان تكون الروح الرياضيه. ناس فاهمه كتير غلط ان هي عداء. لا انا دايما كنت بقول للدكتور عمرو عبد الحق الاهلاوي الذي احبه الزملكاويه، يعني كان بيقرب يلطف العمليه، هي العلاقه يجب ان تكون كده. انا اتمنى حتى مع ظهور قناه الزمالك اللي هي لغايه دلوقتي ان هي تلعب برضه الدور ده، يبقى هي مع فريقها وقناه الاهلي برضه مع فريقها، ان هي دي الروح الرياضيه. احنا مش عايزين نفرض عن النص عشان يبقى انت في صالح الناس في الاخر. تجربه صدى البلد مع الدكتور عمرو حق والاستاذ ايمن بدره هتتصور ومع الاستاذ علاء عزت طبعا ان هي بتلعب الدور ده. نفسي ان شاء الله نتمنى ان التجربه تتكرر اكيد ان شاء الله، هيجمعنا لقاء ثاني. بس برضه انا مش يعني فعلا تجربه اجمل في حياتنا ان شاء الله. طب ينفع نجيب حد مكان الاستاذ علاء ولا يعني؟ طبعا لا هو دلوقتي الاستاذ احمد الخضري بيعمل برنامج على اليوتيوب مع زميلنا العزيز الاستاذ محمد القوصي ناقد رياضي الكبير في الاهرام، لانه يعني عرف ازاي عرف يعني ان عرف الاستاذ علاء عمل ايه فينا يعني. يا دكتور لا ما علاء يا دكتور دايما علاء مرحله وانتهت خلاص بقى. صحيح بالنسبه لنا كلنا، بالنسبه لنا كلنا بعد المعامله طبعا اللي عملها دي خلاص هيدفع الثمن حتى ان شاء الله لو ربنا كرمنا. بس استاذ احمد انا خايف يكون في ناس طيبين بيتفرجوا علينا يفتكروا الكلام ده بجد. يفتكروا الكلام ده جد. لا احنا يعني اوقات كتير كنت بهرج وبضحك والاقي ناس بتكلمني بجد. احنا طبعا كل ده ضحك. لا طبعا احنا كلنا بنهزر. معزه علاء طبعا عزت هو اخويا الصغير يعني عندنا كبيره جدا وهي دي العلاقه اللي بيننا وبين بعض. لا هو طبعا قيمه يعني مسمينه اسطوره، بس ما اعرفش انا مسمينه اسطوره ليه. احنا اللي انا مش عارف اتكلم كلام كويس عليه. احنا اللي قصرناه. استاذ احمد احنا بنشكرك جدا حاجه يا استاذ ايمن. اتفضل. زي ما بقول ان انا برضه في ايام الساعه كنت واخد اتجاه مع كابتن خطيب، فاكد فرصه وانا في قناه الاهلي بقول ان ده كان بالنسبه لنا احنا كجيل طلعنا ده رمز الكوره. فطبعا يعني ايه صحيح ما فيهاش اي حاجه ان انا اخواتي او عيله اهلي مدينه نصر ان هم اقول لهم انتخبوا الكابتن خطيب او هكذا. هي يا جماعه هي في الاخر احنا واحد كلنا يعني. القصه مش صعبه للدرجه دي وبلاش نصعبها على الناس. تمام صحيح. احنا هو ده دور الاعلام الوطني، الاعلام اللي بيحب البلد، الاعلام اللي بيحرص على ان هو يجمع ما يفرقش، ده الاعلام الايجابي. طبعا بنشكر الاستاذ احمد الخضري الزميل العزيز وال